وجينا للمطبخ ونحييكم. اليوم بسوي معدوس بمناسبة الأجواء الشتوية الجميلة، ودخلنا في الموضوع دغري وعلى طول نحمس بصل من أسهل الأكلات الشتوية واللذيذة. المعدوس هو عبارة عن رز وعدس، وسبق أني سويته معكم بس طلبتوه كثير لما شفتوني صورته عند أختي، فقلت لجل عين تكرم مدينة أبسويه، منها حنا ندفع ومنها أنتم تستفيدون وتطبقونه. ونضيف قطعة فليفلة، أدري أنكم تنهارون من الفلفل البارد اللي أحطه، بس والله يعطي نكهة يا جماعة، جربوه. بعد ما حمست البصل وحطيت عليه الفلفل البارد وأخذ النكهة، الحين أنا غاسلة عندي هنا كوب عدس أصفر أو البرتقالي ما تفرق، مع كاسين رز مصري، طبعاً كنت كل واحد غسلته الحالة وناقعته، يعني بمعنى إذا أنت حاطة كوبين رز حطي كوب عدس، فهمتي علي؟ أعتقد أني أصبر، خلنا أركز معكم أني وضحت المعلومة، يعني الكل كوبين رز مصري كوب عدس، وهلما جرا عاد الكمية تزيد أو تنقص على حسب عدد أسرتك. تدرون إيش اللي خارشني؟ الله يصلح أولادي، اليوم مقرر أنه يقضي يومه عندي في المطبخ، بضيف ملعقة أو ملعقتين كمون، طبعا كونوا كريمين بالكمون لأنه في عدس، الله يصلحك يا ولادي. وبضيف الماجي، لساني الماجي، بديل الماجي التركي، خليني أبعد الكاميرا عشان تشوفون، هذا اللي أخذته من متجر فستقة، ممتاز يهبل. بضيف تقريبا ملعقة عشان يعطي نكهة حلوة، ناشفل الشغالة مسكينة بحلت فيه، ما تدري ايش تسوي فيه اليوم، ما ادري ايش فيه شايش ولدي، بس يلا عاد تحملونا. المهم الحين راح اضيف موية، طبعا كمية الموية تكون راهية، يعني كثيرة بمعنى انها تكون اكثر من طبخك للرز العادي. ليش؟ لان المعدوس يكون لين اقرب ما يكون لس. وبضيف نص ملعقة صغيرة كركم تعطي لون ونكهة، والملح طبعا حسب رغبتكم، ملحوه إلين توصلون للطعم اللي أنتم تبونه. شايفين كمية الموية؟ وممكن نزيد، يعني ممكن على حسب احتياج الرز، يعني إذا أنت ما أنت بناقع الرز ممكن تحتاجين موية لطبخ الرز أكثر، بس إحنا الحين نبي نكتفي بهذه ونشوف عقب. الحين بغطيه وأخليه على نار متوسطة. عادة المعدوس يتقدم في الحجاز مع صوص الحمر، يسمونه صوص الحمر اللي هو التمر الهندي، منقوع التمر الهندي مع البصل الأخضر، بس أنا أفضل صراحة مع الدقوس، أحبه مع الدقوس العادي الأحمر، فهو الأمر اختياري. الدقوس الأحمر سبق سويته معكم كثير وطريقته بإنستغرامي، وبكتبه لكم إن شاء الله مرة ثانية من مشكلة، بس بقول لكم على السريع، حمص الثوم مع صلصة طماطم، بعدين طماطم مطحونة وبهارات وشوي قمردين أو سكر عشان تكسر لكم حموضة الطماط، وتخلونه شوي يتسبك، وبس هذا هو، ما في أسهل منه. نشيك على المعدوس، بسم الله، قمت أصقع الدنيا، أحس إنه يحتاج موية، يعني صح تشرب، شفت الكمية اللي حطيتها، بس لسه لازم يصير كذا، يعني ذايب الرز مع العدس، شايفين؟ خلنا نقرب لكم، لا يحتاج موية طبعا، إذا زدتوا الموية أنتم لابد إنكم تشيكون على الملح، لأنه بيصير الطعم لك عليه بدون ملح. أيوة نقلبه كذا وبرضو نكتمه، وهذا أحلى معدوس وخلص. الحين راح أغرفه، تشوفون شلون سماكته، راح أغرفه وزينه بالبصل المحمر والدقوس وأوريكم. وهذا المعدوس وجاهز، حطينا الدقوس وزيناه بالبصل، شو رايكم؟ أبى أشوف تطبيقاتكم، وبالعافية.